السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جاب لكم 5 طرق مختلفة لتنزيل وتثبيت برنامج يوتيوب على ويندوز 10 وويندوز 11. حتى ما اطول عليكم في الفيديو، نروح لشرح الطرق الخمسة. فايل اوكي يا شباب، الطريقة الاول هو باستخدام موقع يوتيوب ديسكتوب. هذا الموقع خاص اليوتيوب، البرنامج تدخل على الرابط في الديسكريبشن، رابط الموقع في الديسكريبشن. عندك هنا البرنامج متوفر للويندوز بي سي، وعندك الماك، عندك لينكس. بالنسبة لجهاز ويندوز فاضغط على هذا الزر، زر داونلود ويندوز، مباشرة راح يتحمل. اذا كان نظام ماك اضغط على هذا الزر. بعد التحميل بتحصل على شكل ملف مضغوط، اضغط على كليك يمين، اضغط على اكستراكت هير، استخراج هنا. راح ينتج لك هذا الملف. هذا الملف لما تفتحه بتحصل برنامج يوتيوب بدون تثبيت. اوكي، تنشئ هذا، تضغط على هذا الاختصار، تنشئ اختصار في سطح المكتب. بهذه الطريقة تم تثبيت يوتيوب على سطح المكتب. تضغط على البرنامج مباشرة راح يفتح لك يوتيوب. بهذه الطريقة تسجل دخول بالضغط على زينجود، وتسجل الدخول في حسابك. بهذه الطريقة عندك يوتيوب ديسكتوب. هذا هو الطريقة الأول لتثبيت برنامج يوتيوب على سطح المكتب ويندوز. أوكي، نروح للطريقة الثانية. فايل اوكي يا شباب، الطريقة الثانية لتثبيت يوتيوب على الويندوز هو انك تفتح موقع يوتيوب على اي متصفح، جوجل كروم، فايرفوكس، وتضغط على هذا الايقونة. مثل ما شوف هذا الايقونة، اضغط عليها واضغط على تثبيت. مباشرة راح يتم تنزيل وتثبيت يوتيوب على سطح المكتب. هذا هو الطريقة الثانية لتثبيت ويندوز، لتثبيت يوتيوب على الويندوز. نروح للطريقة الثالثة. فايل اوكي يا شباب، الطريقة الثالثة لتثبيت يوتيوب على الويندوز هو باستخدام متصفح ايدجز. هذا المتصفح خاص لمايكروسوفت. تفتح المتصفح وتدخل موقع يوتيوب. بعد ما تدخل على موقع يوتيوب هنا بتحصل زر، هذا الزر تطبيقات ابس، اضغط عليها واضغط على انستال. مباشرة راح ينزل ويثبت البرنامج يوتيوب على ديسكتوب سطح المكتب ويندوز. وبس يا شباب، هذا هو الطريقة الثالثة لتثبيت ويندوز. نروح للطريقة الرابعة. فايل اوكي يا شباب، الطريقة الرابعة لتثبيت يوتيوب على الويندوز هو انك تفتح متجر مايكروسوفت. ناس ما تشوفون متجر مايكروسوفت ستور، مثل ما تشوفون متجر مايكروسوفت ستور، اني اكتب في البحث يوتيوب واضغط على انتر. بعد ما تضغط على انتر بتحصل هنا يوتيوب، برنامج يوتيوب. مثل ما تشوفون ابحث عن اليوتيوب، ما اعرف اي واحد يوتيوب، هذا هو اتوقع هذا يوتيوب. ناس ما تشوفون، تضغط على فري داونلود، مباشره راح ينزل برنامج يوتيوب على سطح المكتب. وبس يا شباب، هذا هو الطريقه الرابعه لتثبيت يوتيوب على الويندوز. نروح للطريقه الخامسه. فايل اوكي يا شباب، الطريقة الخامسة والأخير لتثبيت يوتيوب على الويندوز هو مش تثبيت ولكن شبه تثبيت. كيف الطريقة؟ تدخل على أي قناة أو يوتيوب بالضبط وتضغط على هذا الثلاث نقاط. بتحصل هني البث والحفظ والمشاركة. ناس ما يشوفون هني بتحصل تثبيت. هذا الطريقة الخامسة انك تثبت البرنامج يوتيوب، ولكن الطريقة الاخيرة انك تنشئ اختصار. ناس ما يشوفون، لو تضغط على انشاء اختصار، مثل ما تشوفون لو تضغط على زر انشاء اختصار راح ينشئ لك، اضغط على انشاء بينشئ لك اختصار في سطح المكتب. مثل ما تشوفون هذا هو الاختصار، تم انشاء اختصار بهذا الطريقة، يعني شبه يوتيوب. يعني لما تضغط عليها راح يفتح لك المتصفح، وراح يدخلك في القناة مباشرة او الرابط القناة مباشرة. هذا هو الطريقة الخامسة
والطريقة السادسة أيضا راح أزيد إنك تضغط على حفظ المشاركة، تضغط على تثبيت يوتيوب، راح تضغط على تثبيت برنامج يوتيوب، تضغط على تثبيت راح ينزل يوتيوب مباشرة. هذا هو 6 طرق أو 5 طرق لتثبيت يوتيوب، برنامج يوتيوب على الويندوز. إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر. بسم الله.